ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أسعار المواد الغذائية. صعدت الدولار والشعب دمرتوه ليش؟ على مود من؟ على يا جهة أنتوا وجهتونا وخليتونا تعبانين. قانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، فما يرتئيه البنك المركزي من قرارات من سياسات نحن ملتزمون به. شوفوا الأسعار وتشوفوا المأساة المواطن وغلاء المعيشة والدواء واي واي واي. طيب هذا كله يصير واحنا نقول والله مو صلاحيتنا، صلاحية البنك المركزي، شلون ممثلين الشعب؟ تغيير سعر الصرف سوف يوجه تأثير سلبي على 17 مليون مواطن، وحاسبهم ال 17 مليون مواطن. في قضية الدولار وشفت بعدنا احنا ما قارين الموازنة، وما شاء الله اجت الضربة على رأس الفقير. كما اوضح البنك المركزي في اكثر من بيان، وهو المعني بالسياسة النقدية بالبلد، السبب يعود إلى مجموعة عوامل. موضوع تهريب الأموال إلى إيران طبعاً. إلى إيران؟ نعم، هم لديهم معلومات أنه هربت خلال هذه الفترة أكثر من 3 مليار إلى إيران.